أهلا بكم، لنقم بحل مسألة أخرى من مسائل الاحتمالات المشروطة. لدينا 4 عملات في حقيبة، 3 منها لديها فرصة 45% للحصول على الذيل عند رميها، البقية اعتيادية، لذا البقية منها لديها فرصة بنسبة 50% للحصول على الذيل أو 50% للحصول على الرأس. قمنا باختيار عملة واحدة عشوائية من الحقيبة وقمنا بإلقائها 4 مرات. ما هي نسبة احتمال الحصول على 4 رؤوس؟ إذا لنفكر في هذا، عندما نضع يدنا في الحقيبة ونأخذ إحدى العملات خارجا، لدينا احتمالية أن نحصل على عملة غير اعتيادية، وثلاثة من 4 عملات هي غير اعتيادية، لذا لدينا احتمال 3 من 4 في الحصول على عملة غير اعتيادية unfair، ويوجد فقط 1 من 4 عملات اعتيادية، إذا لدينا احتمال 1 من 4، 1 من 4 fair في الحصول على عملة اعتيادية. الآن بإعطائنا هذا أن لدينا عملات غير اعتيادية، لنذكر أنفسنا، العملة غير الاعتيادية لديها نسبة 45% للحصول على ذيل، إذا هذا يعني أن لديها فرصة بنسبة 45% للذيل، وهذا أيضا يعني يجب أن نكون حذرين هنا، لأن السؤال هو عن الرؤوس. إذا كان لدينا فرصة بنسبة 45% للحصول على الذيل، فهذا يعني أن لدينا فرصة بنسبة 55% للحصول على الرأس، أليس كذلك؟ عندما يكون لدينا فرصة بنسبة 100% للحصول على هذين الاثنين، إذا كان منها 45% للذيل، إذا 100 ناقص 45 يساوي 55 للرأس. للعملة الاعتيادية لدينا فرصة بنسبة 50% للرأس و50% للذيل، إذا 50% للرأس و50% للذيل، هذا مقبول إلى حد ما. الآن أريدكم أن تعلموا في كل من هذه النصوص ما هي نسبة احتمال الحصول على 4 رؤوس. لذا إذا كان معطى أننا حصلنا على العملة غير الاعتيادية، فإن احتمال الحصول على 4 رؤوس سوف يكون 55% لكل رمية. إذا نسبة الحصول بالضبط على 4 رؤوس سوف تكون 55% ضرب 55% ضرب 55% ضرب 55%. إذا احتمال اختيار عملة غير اعتيادية والحصول على 4 رؤوس، الحصول على 4 رؤوس سوف يساوي 3 من 4 ضرب كل هذا التعبير هنا. إذا 3 تقسيم 4 ضرب هذه 55% ضرب نفسها 4 مرات. إذا يمكنني كتابتها بشكل 55% للقوة 4، 55% للقوة 4، وسوف نحصل على الآلة الحاسبة سريعا ونقوم بحساب هذا. الآن لنقم بنفس الشيء للعملة الاعتيادية. إذا قمنا باختيار عملة اعتيادية، احتمال الحصول على الرأس 4 مرات سوف يكون 5 بالعشرة ضرب 5 بالعشرة ضرب 5 بالعشرة ضرب 5 بالعشرة، أو احتمال الحصول على العملة الاعتيادية والذي هو 1 تقسيم 4 والحصول على 4 رؤوس سوف يكون 1 تقسيم 4، 1 تقسيم 4 ضرب كل هذا سوف يكون 1 تقسيم 4 ضرب هذا فقط، 5 بالعشرة ضرب نفسها 4 مرات، إذا هذا 5 بالعشرة للقوة 4، لذا لنحصل على الآلة الحاسبة لحساب هذا، إذا لدينا 3 تقسيم 4، 3 تقسيم 4 ضرب، ومعروف عندما نقوم بالضرب فإنه ليس في المقام هنا،
إذن إنه 3 تقسيم 4 ضرب 55% للقوة 4 يساوي، دعوني أكتبه، نأخذها خارج الشاشة لأتمكن من كتابته بشكل صحيح. في الواقع دعوني أقوم بكل هذه الحسابات. إذن هذا الاحتمال هو هذا هنا، ثم هذا هنا هو 1 مقسوم على 4 ضرب 5 بالعشرة للقوة 4، وهذا يساوي هذا هنا. إذن لنكن واضحين، احتمال اختيار العملة غير الاعتيادية والحصول على 4 رؤوس هو هذا الرقم في الأعلى، بحيث يتم اختيار العملة غير الاعتيادية ومن ثم الحصول على 4 رؤوس. احتمال الحصول على العملة الاعتيادية والحصول على 4 رؤوس هو أقل، إنه فقط هذا الرقم. الآن احتمال الحصول على 4 رؤوس بأي طريقة سوف يكون مجموع هذا وهذا. حسنا، دعوني أحضر الآلة الحاسبة. إذن سوف يساوي، يمكنني فقط أخذ الجواب السابق، دعوني أكتبه حتى لا أربككم. إذن 0.5625 + 0.6269 + 0.6896 + 0.6875. حسنا، إذن إذا أخذنا المجموع، لنخرج هذا من الشاشة لأتمكن من رؤية الرقم وكتابته أيضا. إذن الذي حصلنا عليه هنا هو هذا 0.6869 سوف أقربه إلى 7، وهذا هنا كان 0.015625. وعندما نضيف هذين الاثنين، لأننا فقط نهتم بشأن الحصول على 4 رؤوس بأي طريقة، هناك احتمال في الحصول عليه بهذه الطريقة العملة غير الاعتيادية، هذا احتمال الحصول عليه في العملة الاعتيادية، إننا نريد هذا بأي طريقة، لذا دعونا نضيف الاثنين اللذين لدينا تلقائيا على الآلة الحاسبة. إذن إذا أضفنا هذا الرقم لهذا الرقم نحصل على 0.08425، سوف أقوم بتقريبه. إذن هذا يساوي 8.425% للحصول على 4 رؤوس، ويمكن تقريبه أيضا إلى 8.43%. ومرة أخرى هذا الرقم أعلى قليلا مما إذا كانت كل العملات اعتيادية، لأن هناك نسبة 3 تقسيم 4 في اختيار عملة لها فرصة أكبر في الحصول على الرأس، وهذا يفسر لماذا هذا الرقم أعلى قليلا من الاحتمال فيما لو كان لدينا عملة اعتيادية للحصول على 4 رؤوس. إلى اللقاء.